يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدنا، أهلا وسهلا. حي الله خادم الزهرة، حي الله خادم الحسين. شلونكم سيدنا؟ الله والله يحفظكم السيد والله يديمكم، بخير، إن شاء الله صلي على إن محمد شاء الله إن وبقى. شاء الله حي الصوت إن شاء مكتوم، الله كلكم في الدعم الحسين. والله الصوت مكتوم شوي، لو تتحدثون من السماعة حدثني من الهاتف مباشرة لأن الصوت مكتوم. بارك الله بكم. الله يحفظكم سيدنا، الله يديمكم، وانتم والله تاج على الراس ان شاء الحمد الله. لله، تاج على الراس، رب تكمل معي. حياك والله، احببنا نستفسر منك في امر ان كان وقتكم يسمح. خادم الزهره، انت الشيخ ابو من؟ أنا إن شاء الله أبو مؤمل، ابو مين؟ سيد كرار، سيد سيد. كرار أبو مؤمل. انت سيد كرار. نعم 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 سبحان الله، انت سيد وانا سيد. صلي على محمد وال محمد. اللهم اللهم صل صل عليه. على محمد وآل محمد. والله سيد كرار، كنت أبغي يعني سند القرآن الكريم لدي الأئمة، الأئمة سلام الله عليهم، هل يوجد في كتبنا سند من إلى الأئمة للقرآن الكريم؟ لأن القرآن الموجود اللي جمع عثمان، فليش الأئمة يتركون نأخذ القرآن من عثمان؟ أنا أريد مصحف الإمام علي. نعم أنا أبغي الآن مصحف الإمام علي، وين أجد مصحف الإمام علي سلام الله عليه؟ مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، هو أنا عندي رواية البحار إن مصحف أمير المؤمنين جمعه فعرضه على أبي بكر وعمر فأبوه ورفضوه، فقال والله لن تروه إلا مع ولد الحجة عجل الله فرجه. صل على محمد عجل وآله. الله رب الفرج، اللهم هيا. صل على طب محمد وآل محمد. أحسنت. أحسن. طيب كيف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قال للصحابة تركت فيكم القرآن نعم. والعترة، ولم يقل تركت المصحف مع علي، فهذا دليل على أن حديث العترة يدل على أن المصحف الموجود هو المصحف ولم يوجد مصحف خاص عند الإمام علي، أو حديث العترة حديث باطل. هل أنت تتمسك بالعترة؟ أحسنت أحسنت أحسنتم سيدي، ست إيه أحسنتم وبطيخ سيدي. إيه بس، إذا تضيعين حياك الله سماحة الشيخ السيد كرار. إذا سيد كرار، القرآن الذي معنا الآن صح، القرآن الصحيح جمعه الإمام علي سلام الله عليه. أحسنت أحسنتم أحسنت سيدنا. إيه يا حبيبي، إيه يا سيدنا، ولكن أكو قضية. قضية إيش؟ تفضل. نعم 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 أكو قضية، أنه بالروايات متفق عند الفريقين، يقول بأنه يوجد مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو ما يسمى بالجفر الأبيض أو الجفر الأسود أو دم الغزال، هذان الثلاثة اللي موجودات، ولكن هذان ما موجودات فقط عند الإمام المهدي عجل الله ربي فرجه، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد، وآل عجل محمد. فرج عجل عدوه. حياك هذه الرواية إيه؟ هذه الرواية لمن يعني عرضت على العلماء في عصرنا الحالي، ايش قالوا عليه؟ قالوا عليه انه هي هذه صحيحة السند إيه؟ اللي يتكلم بها هاي المحاضرة الشيخ محمد السند، محمد السند بقى، مش إلى ما قطعت الشيخ محمد السند. فعرضت على العلماء جميعا، إيه؟ على العلماء جميعا اكدوا هذه الرواية، ولكن الرواية الأكثر شهرة، وهي انه العترة هي مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب زاد أنه القرآن الكريم جمعه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن المصحف مثل ما تفضل سيدنا أنتم، المصحف ليس الكتاب، المصحف بمعنى أنه ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الله. الرواية الثالثة موجودة عند الفريقين والأكثر شهرة أيضا. أي موجود عند أبناء العامة أن معنى المصحف هو أمير المؤمنين سلام الله عليه والجفر الأبيض ودم الغزال، صح؟ أحسنتم سيدنا أحسنتم سيدنا سيدنا. فالروايات الأكثر شهرة اللي متفق عليها الفريقين أنه هو أمير المؤمنين مثل ما تفضل سيدنا، وأيضا هي ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وايضا هي الجفر الابيض، فهذا من كلهم يصحن والله عند العظيم، العلماء. انا قبلت كثير من العلماء والله العظيم ضايعين خالص، ضايعين خالص. ايه صحيح يقول، ولكن يوجد شيء واحد، وهو ليس بكتاب عند امير المؤمنين. ايش؟ ليس بكتاب عند امير المؤمنين، ولكن هي الولايه وامير المؤمنين الله. سلام الله عليه. ايه
والعلم أمير المؤمنين، بالعلم الجبر مو كتاب، هو علم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولم يكتبه أحد، وهو العلم الموجود عند الإمام المهدي عجل عجل الله الله ورب فرجه فرجه. الشريف. أنا قرأت يا سماحة شيخ، اللهم عجل لوليك الحجة الحسن بن علي. أنا قرأت في كتاب رجال، في كتاب مدينة المعاجز، أن الإمام علي سلام الله سلام الله عليه قال: وعندنا الجفر، وعندنا كيت، وعندنا كيت. حتى أني قرأت في الاختصاص للمفيد قال: والله أن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه مكتوبة في زبور إبراهيم، في صحف إبراهيم وموسى، وموجودة في التوراة والإنجيل، ذكرت ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله يعني عليه سبحان أمير الله. المؤمنين سلام نعم. الله عليه سلام الله عليه. تعرف أنه لولا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لولا أمير المؤمنين سلام الله عليه ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه لما خلقت الأرض والسماء. يا للهو. نعم، حياك الله يا سماحة السيد كرار، صل على محمد وآل محمد. يا الله، اللهم صل على محمد وآل لولا محمد. ولاية أمير المؤمنين ما خلق الله الكون، وما خلق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملك طرطائيل. تعرف الملك طرطائيل اللي مذكور في مدينة المعاجز في المجلد الأول؟ أحسنتم سيدنا. لا، هنا للولاية لما خلق الله السماوات والأرض، ولكن أكو تكمل الحديث يقول: ولولا خلق أمير المؤمنين سلام الله، يجي يكمل يقول: ولولا خلق أمير المؤمنين سلام الله عليه لما خلق الله كل شيء. حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نور محمد، ليس فقط محمد، حتى نور محمد. قلت لكم دول غرابية ولاد أنت لذينة. تعرف أن نعم بأن أنت تعرف بأن نور محمد هو من نور أمير المؤمنين نعم سلام الله عليه. تحت اللاسوت والناسوت اللي عند النصارى عنده. نعم، لذلك يا سماحة ولكن سيد، ما خلقت سماء أنا مبنية. أنا لو قلت أنا بسولف يمكن واحد يقول أنت مغالي. كم قالت بأمير المؤمنين أيوة، سلام الله. لذلك نحن لا أمير نتحدث. المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا يعرفني إلا الله. ومحمد أحسنت، يخاطب رسول الله يقول: لا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك أنا إلا أنا والله. إلا الله وأنا. لذلك سماحة السيد كرار، هذا الكلام يا سيد كرار لا نحن لا نعرف أهل البيت إن نعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه معرفة سطحية وليست معرفة باطنية، لذلك ومن عرف أمير المؤمنين معرفة باطنية فقد كفر. سيد هو كرار، أمير المؤمنين سلام الله عليه قلهم أنا إذا أعطيتكم العلم كله أنتم يا تكفرون، تقولون هذا كافر. لازم أجدع والله سيد كرار. لذلك أنا أرى أننا لا نتحدث أمام أبناء العامة بهذا الكلام، لأن هؤلاء جهلة لا يفهمون هذه المعاني التي وصل لها أهل البيت. ولذلك عندنا في الحديث الذي رواه المجلسي في بحار الأنوار: ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا من أجل هؤلاء الخمس. وأيضا يا محمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك. حتى البسكليت علاء المهدوي كان بيقولها كثيرا: ولولا علي لما خلقتك. فلولا علي لما خلقه الله، لما خلق الله محمد. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله. أحسنتم سيدنا، ولكن سيدنا تعال جيب العاقل اللي يعقله، يعني يجون يقولون: أنتم من أنتم وتجعلون أمير المؤمنين وتجعلونه أمير المؤمنين وتجعلونه إماما عليكم؟ يقولون: يابا أنا أريد أن أرى باكر يوما ننادي كل عمام، يوم ننادي كل إمام، الآية عفوا، يوم ندعو كل أناس يوم ندعو بإمامهم. كل أناس بإمامهم. أنت تعرف يا شيخ، إنسان هذا إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا أصدمك بشيء، قد أخبرك بشيء قد لا تكون تعرفه، وإن أحببت أن أفتح لك الكاميرا الآن أفتح. أنا في يدي كتاب مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير نعم. المؤمنين للحافظ رجب البرسي، في الخطبة الافتخارية، خطبة الافتخار اللي بيتحدث عنها الشيخ محمد السند، وبيتحدث عنها السيد صادق الشرازي والسيد المدرسي. قال الإمام علي: أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل
أنا المنادي لهم ألست بربكم بأمر قيوم لم. فالإمام علي نادى لنا ونحن في صلب آدم ألست بربكم، قلنا نعم يا أمير المؤمنين، صلوات على محمد وعلى آل محمد. حتى قال أنا الواضع عن أمة محمد الوز، أنا صاحب جبرائيل، أنا تابع ميكائيل، أنا شجرة الهدى، أنا علم التقى، أنا حاشر الخلق إلى الله، أنا جامع الأحكام، أنا صاحب القضيب، أنا وأنا باب اليقين، أنا أمير المؤمنين، باب اليقين، أنا أمير المؤمنين. نعم. إلى أن قال أنا رافع إدريس مكانا عليا، أنا منطق عيسى في المهد صبيا، صلوات على أمير المؤمنين. اللهم صل على العظيم جدا. حتى أبناء العمة لا يفهمون مثل هذه المعاني، لا يفهمون، لا يفهمون، لا يفهمون، جهل أبناء العمة، جهل أبناء العمة. أو على ولو على كتيب وليس كتاب، ولو على كتيب لكرامات أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى هؤلاء الجهلة لا يعلمون أن أمير المؤمنين قال في الخطبة التطنجية، قال أمير المؤمنين في الخطبة التطنجية أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح، ولو علمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها. الإمام علي ما بين آدم ونوح عجائب وخلق خلقه بإذن الله، من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها، فحق عليهم القول فبئس ما كانوا يفعلون. أنا صاحب الطوفان الأول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا صاحب رامي عيسى، أنا صاحب الأسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب ثمود والآيات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بانيها، أنا داحيها. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. محمد. على محمد أنا أنا داحيها، أنا مميدها، أنا محييها، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا مع الكور قبل الكور، أنا مع الدور قبل الدور، أنا صاحب الأزلية الأولية. صل على محمد وآل محمد سيد كرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك. الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين يحبونك. الله أمين. ليش؟ لأنه ذكرت علي وذكر علي عباده. نعم، في رواية من ذكر علي كأنه ختم القرآن 16 مرة، ولا مش عارف 6000 مرة، حينما تقول يا علي كأنك ختمت القرآن. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مقاطع كلامك، خذ راحتك، أستأذن من عندك مقاطعة الكلام ولو ولو للحظات. سيدنا الإمام الصادق عليه السلام يقول من كان مهموما أو مكروبا وأراد أن يفرج الله يقول يا علي، يذكر أمير المؤمنين يقول يا علي. مهموم أم تهبب بدل ما أنت جالس هكذا تقرأ. لا، حينما تكون مهموما تقول يا علي يا علي يا يا علي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. أنا أشعر أنك تبكي معي. يا الله، أين نحن من ولاية أمير المؤمنين؟ سيد كرار. نعم. هل أنت تبكي؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، هنيئا لك هذا الحب وهذا الولاء. ثم بكى صلوات الله عليه وقال واها للأمم، أما شاهدت رايات بني عتبة مع بني كنان السائرين أثلالا، المرتكبين جبلا جبلا مع خوف شديد وبؤس عتيد، ألا وهو الوقت الذي وعدتم به لأحملنهم على نجائب تحفهم مراكب الأفلاك، كأني بالمنافقين يقول نص علي على نفسه بالربانية، ألا فاشهدوا شهادة أسألكم بها عند الحاجة، إن علي نور مخلوق وعبد مرزوق ومرجم بردوك ونجيب قلقوك، ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يوفقك إن شاء الله. ذلك قال الله. قال الإمام سلام الله عليه: أنا صاحب جنات الخلود، أنا مجري الأنهار، أنهارا من ماء طيار، وأنهارا من لبن، وأنهارا من عسل، وأنهارا من خمر لذة للشاربين. أنا حجبت جهنم وجعلتها طبقات السعير وصقير الجير، والأخرى عم قيوس أختف الدقوس، أعددتها للظالمين وأودعتها، ذلك كله وادي برهوت. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله يسعدك، والله يسعدك. كرر أشياء الله يوفقك إن شاء الله. هنيئا لك هذا الحب وهذا الولاء. أنا أحب أمير المؤمنين سلام الله عليه. يتهمونني أنني مغالي، يتهمونني أنني مغالي. لا 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 لا، لست بمغالي، ولكن هذه الروايات لا تعرض على أي واحد. ليس الجميع. نصيحة من أخيك الصغير، أنا إن شاء الله خادمك وصغيرك وأصغر من عدك. أنا شيخ كبير في العمر ولكني أتعلم منك يا ولدي. لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، نحن نتعلم منك. سيدنا هاي الرواية لا تعرفها للجاهلين أبد. وأبناء العم الجاهلين لا يسمعون مثل هذه الروايات، أبناء العم الجهلة. لا تعرفها على الجاهلين أبدا، أعرفها فقط على المختصين، أمير المؤمنين عليه السلام، ولينا بها وليفرج الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام علي سلام الله عليه: أنا جاوزت بموسى البحر وأغرقت فرعون وجنوده، أنا وأنا أعلم هماهم البهائم ومنطق الطير، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراطين السبع في طرفة عين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله على محمد وعلى محمد. انت ان شاء الله من اي دوله؟ انا اريد ان افتح لك الكاميرا حتى ترى المكتبه عندي، المكتبه مليئه بالكتب وانا اقرا عليك الان. موافق 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 ان شاء الله. لذلك سيدنا انت انت انت, انت من اي دوله؟ اريد ازور عنك نيابه. ازور نيابه عني؟ اللهم صل على، انا من مصر. استنى افتح لك الكاميرا. افتح لك الكاميرا ولا لا تبغي؟ افتح لك الكاميرا. انا فتحت الكاميرا، تراني؟ يا الله، السلام عليكم. مالك يا سيد كرار؟ شكلي فتحت الكاميرا عرفني، خربت الليلة. سيد كرار، سيد كرار، انا كنت عايز اقرا لك اشياء اختي. افا سكر سيد كرار، حاول اجيبه تاني، حاول اجيبه تاني. يا الله، يا رب ما يكونش عرفني. شكلي فتحت الكاميرا عرفني. يا الله، هذه لا تعرض على ابناء العم الجهله. خلاص عرفني، ضاعت الليل، خربت الليل. ها هم سادات الشيعة لا يريدون أن نقرأ هذه على أهل على المسلمين قاطبة، لأنها مليئة بالشركيات والضلالات. ويقول لك إخواننا، إخواننا إيه وبطيخ إيه؟ يا شيعي عاقل، هل يقبل ذلك؟ ماذا بقي لله؟ كل شيء أصبح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، خالق السماوات والأرض وخالق الكون ويجوز السماوات والأرض في طرفة عينه، هو الذي خلق الأنهار في الجنة كمان، أنهار من ماء طيار وأنهار من خمر، وهو الذي أخذ العهد علينا أنا المنادي لهم ألست بربكم بأمر كيوم لم يزل. أعوذ بالله، هل هذا دين؟ بالله علي، أنا كنت عايز أصدمه الأول وأقول له إن أنت في بث مباشر وكل هذا الناس شافته، لكن لم أستطع. بالله عليكم، هل هذا دين يا شيعة؟ هل يعقل أن يقبل هذا التراث المجوسي؟ عرفتم لماذا نحاججكم من القرآن؟ لأن القرآن الكريم ينسف دين الإمامية نسف. القرآن الكريم شاهد على وحدانية الملك سبحانه وتعالى، وسيدي ومولاي علي بن أبي طالب بريء من هذه العقيدة. ها هم سادات الشيعة وهذه الحقيقة المخفية عن كثير من المسلمين، لا يعلمون أن هذا دين يتعبد به عند الشيعة، دين يخفونه عنكم باسم التقية، كما في كتاب الكافي باب بعنوان باب الكتمان: يا معلى أنتم على دين من كتم ومن أذعه أذله الله. لذلك يقول لي اكتم هذا لا تذعه، ولكن سبحان الله فضحتهم كتبهم. كان معكم سيد الشيعة أبو مؤمل المسمى بسيد كرار، أحد الزنادق المجوس الكفرة
المارقين من دين الإسلام.